السلطنة العثمانية قررت أنه تتبنى قوانين حديثة مثل القوانين السائدة بأوروبا. فعملية التحديث والتطوير اللي قامت فيها السلطنة العثمانية بسبب ضعفها وترهلها وهزائمها العسكرية والضغط الأوروبي دفعها تتبنى تشريعات حديثة، بيناتهم الخط الهميوني الشهير اللي أصدر السلطان عبد المجيد بال 1856. هذا الخط بيقول بكل بساطة أنه الدولة السلطنة العثمانية تحترم الامتيازات للطوائف التاريخية الموجودة بالسلطنة، وبنفس الأمر لأنه كان في عملية تحديث وتطوير بيقول أنه السلطنة تعلن المساواة بين جميع رعايا السلطان، وهذه كانت المشكلة اللي بعدها بلب المأزق الأساسي بالتشريعات الأحوال الشخصية بلبنان حتى اليوم. كيف يعني؟ يعني من مال السلطنة العثمانية بتعلن المساواة بين المواطنين، وهذا مبدأ حديث وضروري وكانت مأسرة فيه بالأفكار الغربية، ومن ميل تاني بتعلن أنه حتحافظ على الامتيازات تبعول الطوائف التاريخية اللي كانت موجودة بالسلطنة العثمانية. فكيف نحن فينا نحافظ على تشريعات خاصة لفئة من المواطنين ومن ميل تاني نعلن المساواة بين كل المواطنين؟ فهيدا الديكوتومي، هيدا التناقض الموجود بعده موجود حتى اليوم بفلسفة التشريع اللبناني. لكن الأحلى من هيك انه السلطنة العثمانية اعترفت فقط بالتنظيم للطوائف الغير اسلامية اللي اعترفت فيها، لانه السلطنة الاسلامية السلطنة العثمانية لم يكن بمستطاعة ان تعترف باحوال شخصية لطوائف اسلامية غير المذهب السني الحنفي السائد في السلطنة. فمثلا طائفة الشيعية، طائفة العلوية، الدروز، الإسماعيليين، كلهم لم يكن معترف فيهم كطوائف، فقط كان معترف بالطوائف الغير إسلامية يعني المسيحية واليهود. وأول طائفة اعترف فيها وتم تنظيمها هي طائفة الأرمن البروتستان سنة 1850، هي أول طائفة عنا بالمنطقة اعترفت فيها السلطنة العثمانية وأصدرت تشريعات بتقول كيف بننتخب رئيس الطائفة، من شو بيتألف المجلس الملي، وصدرت كذا تشريع طباعا اعترفت فيها بالطوائف المسيحية واليهودية. مثلا 1865 الاعتراف بالطائفة اليهودية وتنظيمها، كيف بنتخبوا الحاخام، شو صلاحياتهم، شو بيتدخلوا، ومش كل الطوائف المسيحية تم الاعتراف بها. مثلا الطائفة المارونية ما اعترفت فيها السلطنة العثمانية كل تاريخها، وكانت السلطنة وكانت الطائفة المارونية تفتخر انه هي غير معترف بها من السلطنة العثمانية، وانه البطرك الماروني تيمارس صلاحياته واختصاصاته ما بيحتاج الى فرمان تثبيت من السلطان العثماني، بينما باقي الطوائف المسيحية واليهودية اللي تعترف فيها السلطنة العثمانية كان بدهم فرمان تثبيت بيصدر السلطان العثماني بيجيز فيه ويقر فيه انتخاب او تعيين هذا المرجع الروحي.